بسم الله. جاءت السيدة ممثلي وسيد الإعلام الأسرة الإعلامية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فأقول مرحبا بكم في مقر مديرية الترفية، هذا ثاني لقاء كان بوثقوا فيا مع وسيد الإعلام المرئية والسمعية والمكتوبة. وكما تعهدت سابقا قلت لن أتوانى لحظة في تقديم لكم كل المعطيات وكل التوضيحات الخاصة بقطاع التربية الوطنية بهذه الولاية. فهذا اللقاء يتعلق بإعطائكم معلومات حول نتائج امتحانات رسمية في الشقين الآخر، تزويدكم بمعلومات خاصة بالتحضيرات الجارية للدخول المدرسي 2021 و2022، ثم شق آخر خاص بالتغييرات التي مست مكاتب مصالح مديرية التربية لإعطاء حركية ودفع قوي من أجل النهوض بالقطاع بجانبه الاستشرافي. بالنسبة للامتحانات المدرسية الرسمية دور شهور 2021، أنتم تعلمون أن هذه السنة الدراسية كانت نوعا ما تشهد نوع من الاحتجاجات والإضرابات، ورغم جائحة كورونا كوفيد 19 فالحمد لله كل الامتحانات المدرسية على مدار السنة، الامتحانات الرسمية في الأطوار الثلاثة، امتحان إثبات المستوى، والامتحانات المدرسية سارت في ظروف جد حسنة. رغم هذه الظروف إلا أن الدراسة استمرت بشكل طبيعي بفضل وقوف أجهزة الدولة من جهة، التي لم تدخر جهد لتوفير متطلبات القطاع وصمود أفراد الأسرة التربوية من جهة أخرى، من أساتذة وأطقم تربوية وإدارية وأعمال، وكذا الشركاء الاجتماعيين ومديري أولياء التلاميذ، مما أدى إلى بلوغ هذه النتائج الجد مشرفة وممتازة. فبالنسبة لشهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي التي جرت يوم 2 جوان 2021، كان عدد المسجلون 14155 تلميذ، الحاضرون 14130، والناجحون 13114 تلميذ. نسبة النجاح في الامتحان كانت 92.81%. بالنسبة للتلاميذ المقبولين، العدد التلاميذ 13740، أي بنسبة 97.81%. عدد التلاميذ المتحصلين على معدل 10 من 10 في امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، كان عددهم 33 تلميذ منهم 22 تلميذة. عدد المؤسسات التي تحصلت على نسبة نجاح 144 ابتدائية من أصل 299 مجمع مدرسي أو ابتدائية. بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط، تاريخ الإجراء كان يوم 15/16/17/2021، كان عدد المراكز 63 مركز، عدد المسجلون 109012 تلميذ، عدد التلاميذ الحاضرون 109012 تلميذ، الناجحون 6339 تلميذ، نسبة النجاح كانت 58.09%. عدد التلاميذ المقبولين سنة أولى ثانوي كان عددهم 7441، أي بنسبة 68.19%. عدد التلاميذ المتحصلين على معدل ما بين
من 18 إلى 20 كان 33 تلميذ، من بينهم 29 تلميذة. عدد متوسط تحصل على نسبة تفوق نجاح تفوق 80% كانت 6 متوسطات، يعني من 108 76 مؤسسة تحصل على معدل يفوق يساوي أو يفوق 50%، يعني نصف. تحصل التلميذ الأعوج باسم إكرام المتمدرسة بمتوسطة بالعسري بسيدي بالعباس في ميلو بالعسري بومدين على أعلى معدل وهو 18.80. بالنسبة لامتحان شهادة البكالوريا اللي كانت تاخذ إجراء ابتداء من يوم 20 إلى يوم 24 جوان 2021، كان عدد المراكز 43 مركز. المترشحون مترشحين المسجلين 7033 تلميذ، الحاضرون 6970، عدد المترشحين الناجحين 4770 تلميذ. نسبة النجاح في الامتحان كانت 68.44%. إذا ولاية سيدي بلعباس احتلت في شهادة تعليم في شهادة البكالوريا المرتبة السادسة وطنيا، والمرتبة الأولى بالنسبة لولايات الغرب. كان عدد المترشحين المتحصلين على معدل ما بين 18 يعني 18 فما فوق، عندنا 12 مترشح. المتحصل على معدل ما بين 16 و 17.99، عندنا 204 مترشح. المتحصلين على معدل ما بين 14 و 15.99، عندنا 582 مترشح. عدد الثانويات التي تحصل على نسبة نجاح تفوق 50%، لدينا 51 ثانوية من أصل 52 ثانوية، منها مؤسستين خاصتين، يعني في مؤسسة واحدة من 51 بالنسبة للمؤسسات العمومية المستقلة اللي تحصلتش على المعدل، يعني كانت نسبة أقل من 50% وهي في ميرين. تحصل تلميذ ماروك عبد الحكيم فؤاد من تلاميذ نجيبي محمد بسيدي بالعباس على أعلى معدل وهو 18.72 في شعبة هندسة الطرائق. إذن هذه النسبة 68.44 كانت لي أول مرة منذ سنة 2008، يعني هذه القفزة النوعية، لأنه حتى بالنسبة للعام الماضي كانت نسبة 61%، في تطور ملحوظ حيث ارتفعت نسبة 7.19% مقارنة بالدورة دورة 2020. بالنسبة للشعب، لدينا بالنسبة لشعب العلم والفلسفة نسبة نجاح 64.52%، اللغات الأجنبية 78.20%، سير اقتصاد 59%، شعبة العلوم التجريبية 68.24%، شعبة الرياضيات 96.61%. بالنسبة لشعب التقني الرياضي، التقني الرياضي هندسة ميكانيكية 77.48%، شعبة الهندسة الكهربائية 86.76%، الهندسة المدنية 87.60%، وشعبة الهندسة الطرائق 74.83%. إذا تلاحظون أن كل شعب النتائج تفوق 59%. إذا هذه نتائج جد مشرفة وجد ممتازة. فأقول بالنسبة للثانويات التي تحصل على المراتب الأولى، عندنا ثانوية عزة القاضي بنسبة 97.16%، ثم ثانوية بالرومي يعني تسالى بنسبة 94.74%، المرتبة الثالثة ثانوية علوان خيرة مولاي سليسم 94.74%، ثم المرتبة الرابعة ثانوية عبد الحميد دار عبيد سيدي بلعباس 90.58%. إذا هذه الأربع ثانويات التي كانت نتائجها تساوي أو تفوق 90%. من هذا المنبر أشكر وأقدم تشكراتي وعرفاني إلى كل أجهزة الدولة من قطاعات تنفيذية وسلك أمنية، خاصة أفراد الأسرة التربوية تبعا للمجهودات التي بذلت خلال العام الدراسي من أجل ضمان السير الحسن لتمدرس أبنائنا التلاميذ.
وكذا لما تعلق بتنظيم الامتحانات المدرسية الوطنية الأطوار التعليمية الثلاث. وكذلك أهنئ كل المترشحين الناجحين في الامتحانات الرسمية الأطوار الثلاثة دورة 2021، وأهنئ أوليائهم. وبالنسبة للتلاميذ الذين لم يشرفوا الحظ، فأتمنى لهم التوفيق في السنة المقبلة، السنة الدراسية المقبلة إن شاء الله. طبيعة الحال الفضل يرجع لله، هو لله سبحانه وتعالى. ثم إلى توجيه تعليمات السيد وزير التربية الوطنية والسيد أمين العام لوزارة التربية الوطنية وكل مديري المصالح المركزية الذين قدموا لنا يد المساعدة من خلال توجيهاتهم وتعليماتهم لضمان السيد حسن لتنفس أبنائنا ونجاحهم. كذلك الدور البارز والإيجابي السيد وليد الولاية وكل السلطات المحلية خاصة الأسلاك الأمنية وإلى كل الشركاء الاجتماعيين في النقابات المعتمدة وهي التلاميذ وإلى كل السيد والسادة المفتشين والمديرين ومختلف الرتب الذين قدموا كل ما في وسعهم أجل نجاح أبنائنا وأن تحتل هذه الولاية الريادة في المراتب الأولى، يعني المراتب جد ممتازة خاصة في شهادة البكالوريوس. هذا فيما يخص الامتحانات دخول المدرسة. تحديدا الدخول المدرسي 2021-2022 باشرت مصالح مدير التربية الولاية سيدي العباس لإتمام جميع العمليات المتعلقة بنهاية الموسم الدراسي 2020-2021. وفي هذا السياق تم اتخاذ كل التدابير اللازمة من جميع الجوانب بالتنسيق مع مصالح السيد ولي الولاية انطلاقا من التحضير المحكم للخريطة المدرسية، مع العلم أن التحاق التلاميذ بمقاعدهم البيداغوجية لا زال مرتبطا باحترام البروتوكول الوقائي الصحي واعتماد نظام التتويج في التدريس بالنسبه للسنه المقبله ان شاء الله. ونظام التتويج ليتعدى على التلاميذ 20 الى 24 تلميذ في الحصه. اضافه الى المتابعه الميدانيه للهياكل المراد استلامها لفك الضغط والاكتظاظ، مع توفير العتاد والتجهيز التربوي للنقل المدرسي وتهيئه غرف الاطعام المدرسي بتقديم الوجبات الساخنة بالتنسيق مع مصالح المجالس المنتخبة للبلديات. إضافة توفير التدفئة والصحة المدرسية من خلال وحدة كشف المتابعة ونظافة المؤسسات بتطبيق إجراءات الوقاية الصحية، ثم منحة التمدرس 5000 دينار والكتاب المدرسي، هذه في مراعاه تحسين ظروف تمدرس أبنائنا التلاميذ وتحقيق نتائج مدرسية مشرفة على مستوى الولاية. في بالنسبة للسنة المقبلة ربما راح يكون يعني فيه زيادة بالنسبة لعدد التلاميذ بفارق 3207، يعني عام المقبل بالنسبة للتلاميذ الابتدائي من سنة 5 ابتدائي راح يكون عدد تاعهم 92415 في معدل 3081 فوج تربوي، بزيادة 3207 تلاميذ. بالنسبة للمتوسط نفس الشيء، في فارق زيادة ب 3585 تلميذ، يعني يصبح العدد 59964 تلميذ بمعدل 17781 فوج. بالنسبة للتعليم الثانوي، تعداد التلاميذ عرف يعني فيه نقصان ب 6340 تلميذ. العام المقبل إن شاء الله راح يكون عندنا 19026 تلميذ بمعدل 1006 بالنسبة للأفواج التربوية.
بالنسبة للهيكل، سيتعزز قطاع التربية الوطنية في الولاية باستلام 10 مؤسسات جديدة، يصبح مجموعها ب 168 مؤسسة تربوية موزعة كالآتي. خلال الموسم الدراسي الحالي، يعني المقبل إن شاء الله، سيتم فتح 7 مجمعات مدرسية. مدرسة ابتدائية من نوع دار واحد في دي ان، طريق التنيرة في بلد سيدي العباس. مدرسة ابتدائية من نوع دار واحد في المقام ببلدية سيدي العباس. مدرسة ابتدائية من نوع دار واحد حي 4800 سكن طالب تسالى في بلد سيدي العباس. مدرسة ابتدائية أخرى من نوع دار واحد حي 1000 سكن إيجابي في بلد سيدي الحسن. مدرسة ابتدائية من نوع جيم واحد ببلدية المباديس، ومدرسة ابتدائية من نوع جيم واحد ببلدية ميرين. بالنسبة للمؤسسة السابعة لدور سكولير آخر، هو إعادة فتح هذه المدرسة في حاسسة أماكن كبيرة عثمان بعدما استفدت من التهيئة. إذن المؤسسات التعليم الابتدائي كانت لدينا 299 ابتدائية، سيصبح لدينا 306 ابتدائيات. كذلك سيتعزز قطاع التربية الوطنية في مدرسة العباس بمتوسطتين، متوسطة من نوع قاعدة 6 طالب تسالى ببلدية العباس، ومتوسطة من نوع قاعدة 6 حي 1000 سكن إيجاري ببلدية سيدي الحسن. بعدما كانت لدينا 108 متوسطة، سيصبح لدينا 110. بالنسبة للتعليم الثانوي، ثانوية من نوع 1000 حي 1500 مسكن حرم في بوسكي ببلدية سيدي العباس. إذا 51 ثانوية نستفيد من ثانوية أخرى، يصبح العدد 52. إذا المجموع هو 468 مؤسسة تربوية. كذلك في أقسام التوسعة في الطول الابتدائي، سيستفيد قطاع التربية خلال الدخول المدرسي لسنة 2021-2022 من 24 قسم للتوسعة في الطول الابتدائي. لدينا قسمين بابتدائية طيور محمد ببلدية تلاغ، قسمين بابتدائية بن عيسى عبد القادر ببلدية تلاغ، قسمين بابتدائية طالبي عبد القادر ببلدية غنيمات، ثم قسمين بابتدائية صدوقي محمد ببلدية ميرين، أربعة أقسام بمدرسة مصغاني أحمد ببلدية إبراهيم، أربعة أقسام بمدرسة كبير عثمان ببلدية حاسي سهانة، وأربعة أقسام بمدرسة حي بن الحسن ببلدية طنطار. للإشارة أنه لا تزال هناك ثلاثة أقسام للتوسعة بمدرسة الزاوية الجيلية بلدية سيدي بن عباس في طور الإنجاز. بالنسبة للطول المتوسط، سيستفيد قطاع التربية بهذه الولاية خلال الدخول المدرسي المقبل من 14 قسم للتوسعة في طول المتوسط موزعين كالآتي. لدينا أربعة أقسام بمتوسط الفشيو في بلدية العربي، أربعة أقسام بمتوسط غراس القول مقاعد ببلدية الزهوالة، أربعة أقسام بمتوسط جبار مفقود ببلدية سيدي إبراهيم، وقسمين بمتوسط غيال إبراهيم ببلدية الأمطار. إشارة أنه لا تزال هناك ست أقسام للتوسعة بمتوسط قرواش بن عيجة ببلدية التنموني في طور الإنجاز. بالنسبة للمطاعم المدرسية، طول الابتدائي سيتم استلام 6 مطاعم مدرسية خلال دخول المدرسة المقبل بالمؤسسة التالية: مدرسة بوسهلة عبد القادر بلدية سهلة، مدرسة مولاي محمد بلدية سيدي خالد، مدرسة نكروف العربي بلدية سيدي حمادوش، مدرسة عمارة رشيد ببلدية عين البرد، مدرسة زيان بومدين بلدية سيدي الحسن، ومدرسة بن سلمان أحمد بلدية عين قادة. في هذا الإطار أقول أن هناك هياكل أخرى للطور الإنجاز. بالنسبة للثانويات، لدينا ثلاثة: إكسيلونس، أوربيل، وميدوس. لدينا متوسطات اللي حتنطلق إن شاء الله في بالولادي وفي سيدي خالد لفك هذا الضغط. وفيه مجمعات مدرسية أخرى إضافة إلى المطاعم المدرسية وعددها 38 اللي راح في طور الإنجاز. وفيه حركية تبعا للتعليمات والتوجيهات السيد ولي الولاية بالتنسيق مع مديرية التجهيزات العمومية، بالتنسيق مع المصالح
مجلس المنتخب على البلديات للتكفل الأمثل بخلق نوع من الحركية في هذه البنايات، إضافة إلى أن هناك تهيئة للعديد من المؤسسات في البرنامج 2020 و2021 concernant les habitations du Corchetier, l'éviction chaudière, ainsi de suite. هذه العمليات اللي عم تكفل بها مديرية التجهيزات العمومية واللي راح تنطلق هذه الأيام إن شاء الله. فيه جانب آخر اللي نتكلم عليه وهو كتاب المدرسة تقريبا العملية سارت كما نطمح إليها. كذلك بالنسبة للمحل المدرسي 5000 دينار اللي راح توزع في بداية السنة. العملية هذه السنة عملية جديدة، يعني درسنا راح يكون في السي سي بي تاع الجاري مباشرة. في عملية تضامنية خاصة بتوزيع الحقيبة المدرسية. فيه تكفل بتعقيم مؤسسة تربوية والاستفادة من دوتاسيون خاصة بالتنسيق مع مصاصي الجاري، يعني هذه المؤسسة راح تستفيد من مستلزمات خاصة بالبروتوكول الوقائي الصحي. هذا فيما يخص التحضير للدخول المدرسي اللي راح يكون حسب الرزنا المعلن عليها من طرف الوزارة التربية الوطنية الإدارية محدود 29 أوت رسيدة يوم 1 سبتمبر والتلاميذ يوم 7 سبتمبر. فنسأل الله العفو والعافية ونسأل الله أن يعفو عن هذا الوباء وأن دخول التلاميذ يكون في وقته، لأنه في السنة المقبلة سيكون فيه ثلاث فصول، الفصل الأول والثاني والثالث. يبقى أمر آخر يتعلق الحركية التي مست بعض مصالح ومكاتب المدير التربية، حيث أنني منذ تصيبي على رأس قطاع التربية الوطنية بهذه الولاية وقفت على جملة من الاختلالات والنقائص المسجلة في مصالح ومكاتب مدير التربية، ولخلق نوع من الحركية وإضفاء نوع من الشفافية وإعطاء نفس جديد بالاعتماد على كوادر شابة تميز